يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلد غدا الجمعة طقس حار طبع للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، معتدل في أول الليل، مائل البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 32، الصغرى 23، الإسكندرية 32، 21، مطروح 34، 19، بورسعيد 29، 25، الإسماعيلية 32، 21. ننتقل للسويس 33، 21، العريش 29، 19، طابة 31، 24، شرم الشيخ 35، 26، الغردقة 36، 25. ننتقل إلى الأقصر 38، 21، أسوان 38، 22، الوادي الجديد 37، 21، حلايب 31، 24، وأخيراً شلاتين 34، 26. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.